أكد مسؤول كبير في وكالة المساعدات الحكومية في الولايات المتحدة أن واشنطن ملتزمة بمساعدة العراق على التعافي من آثار 3 سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش. وكانت تقديرات سابقة للحكومة العراقية أشارت إلى أن تكلفة إعادة إعمار بعد الحرب تبلغ 50 مليار دولار. بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة القوات العراقية آخر فلول التنظيم في العراق الذي سيطر لمدة 3 سنوات على نحو ثلث الأراضي العراقية، بدت المشاهد التي خلفتها الحرب ضد التنظيم مروعة في المناطق التي كان يسيطر عليها، فقد قدرت الأمم المتحدة إن نحو 2.3 مليون شخص لا يزالون مشردين بسبب الصراع. مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توماس ستال أكد أن الوكالة ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية ودعما إضافيا للأقليات مثل تقديم الدعم النفسي الاجتماعي لأولئك الذين عانوا من الإبادة الجماعية والاستعباد والعنف. ستال أضاف أن الميزانية التي قدمها الرئيس دونالد ترامب تضمنت خفضا نسبته 30%، لكن بالنسبة للعراق فإنهم يدرسون في الحقيقة تمويلا إضافيا خصوصا لضحايا داعش. وقال ستال إن العراق مستثنى من سياسة ترامب الخاصة بخفض المساعدات بسبب المحنة الفظيعة التي عاشها ضحايا التنظيم على نحو خاص، مشيرا إلى أن هذه السياسة تطبق على المدى القصير. تقديرات العبادي الأخيرة تشير إلى أن تكلفة إعادة الأعمار بعد الحرب تبلغ 50 مليار دولار، وهو رقم قدر قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة على الموصل، بما ألحق أضرارا جسيمة بأكبر مدينة في شمال العراق.